مصدر الرعب الذي كان يؤرق أهالي الرقة بات من الماضي بعد أن حررت قوات سوريا الديمقراطية المدينة من احتلال داعش، خاصة دوار النعيم الذي اتخذه أفراد التنظيم ساحة للإعدامات وإرهاب المدنيين. بعد معارك عنيفة استمرت لمدة شهور، سقطت أهم حصون داعش وباشرت القوات الديمقراطية بتمشيط المدينة تمهيدا لعودة أهلها وبداية مرحلة جديدة بعد طرد أفراد التنظيم. مراسلتنا هناك شيخي والتفاصيل. هدوء تام يسود المدينة التي كانت ساحة لأعنف المعارك قبل أيام، عدا أصوات بعض الانفجارات نتيجة محاولة التخلص من الألغام من قبل فرق متخصصة. مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يغادرون الأحياء المحررة مرددين هتافات النصر. هذا هو دوار النعيم، أو ما كان يسمى بدوار الجحيم، لأنه أرعب سكان مدينة الرقة لمدة 3 سنوات من حكم داعش، حيث كان يستخدم هذا المكان كساحة إعدام، وكانت الرؤوس تعلق على هذه القضبان. سالم أحد المشاركين في تحرير دوار النعيم وصف لنا حجم الاشتباكات التي دارت في هذا المكان. المعارك هون عند دوار النعيم استمرت 20 يوم لحتى حسنا نحرر دوار النعيم، وذلك بسبب المفخخات والقناصين، يعني قناصينهم كانوا منتشرين على البنايات ويبعثون مفخخات. كانت المعركة صعبة بس بالأخير قضينا عليهم ومشطنا منطقة النعيم. وأخيرا نحن في الملعب الأسود، آخر معاقل داعش في عاصمة خلافته المزعومة، حيث يقف شيرو ويحدثنا كيف أنقذ آخر المدنيين من هذا المكان. الملعب اللي تحصن فيه داعش لعدة أيام وكان عم يقاوم مقاومة شرسة هون. أهم نقاط لداعش كان هالملعب اللي كان محتجز فيه المدنيين. منلاحظ انه تحت بالقبو في عندهم سجن هون، يعني كانوا متحصنين المدنيين، لهيك تأخرت لحتى حررنا هالملعب. انتهى تنظيم داعش في هذا المكان، ولكن آثاره ومخلفاته تبقى شاهدة على حقبة سوداء عاشها سكان هذه المدينة. هذا هو الملعب الأسود، آخر النقاط التي تم السيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية بعد معارك عنيفة جرت في هذا المكان، ليتم بعدها الإعلان عن تحرير كامل مدينة الرقة. رونق شيخي لأخبار الآن من مركز مدينة الرقة.